عمل واحد كامل. لا هذا الروبي كامل ثمن واحد. لا بخير. لا موس. هذه الحمله هي كتندرج في اطار المراقبه اليوميه والدوريه للاسواق والمحلات التجاريه. كنشرفوا على هذا السير العادي لتمويل الاسواق وكذلك المراقبه ديال مدى احترام القانون حريه الاسعار والمنافسه وقانون حمايه المستهلك من خلال اشهار ديال الاثمنه محاربه الاكياس البلاستيكيه ومحاربه المضاربات والادخار السري. هذه العمليه اللي كنشرفوا عليها اليوم هي تتواكب مجموعه من حملات المراقبه على صعيد عمله اكادير اوداو تنان في مختلف الملحقات الاداريه. يعني هنا كاين تقريبا ما يزيد على 12 او 13 لجنه اللي خارجه في هذه الساعه اللي كتشرف على هذه العمليه في السويقات في المحلات التجاريه سواء الكبرى او الصغرى. ذلك من اجل يعني باش يحس المواطن نوع من الطمانينه وبانه راه الحمد لله كاين وفره كثيره ديال المواد الغذائيه راه والمنتوجات الفلاحيه كاين وفره. حنا كنحاولوا بامكان يعني نشرفوا على عمليه توصل للمواطن في احسن الظروف وباحسن الاثمنه. اليوم يعني كانت يعني اليوم مجموعه ديال المخالفات احنا سجلناها اليوم بالضبط ما كان ما لقينا الحمد لله الناس منضبطين في هذا السوق. يعني كما لاحظتوا راه دايرين عمليه الاشهار كاين ما كاينش اكياس بلاستيكيه. يعني الامور غاديه الحمد لله مزيانه ولكن عندنا احنا هذا العام سجلنا 432 مخالفه. 432 مخالفه اللي سجلنا فيها ديال ما يتعلق بعدم اشهار اثمان كاين ما يتعلق بالاكياس البلاستيكيه كاين عند مساله ديال الفواتير عدم يعني حيازه او تسليم الفواتير. يعني كان مجموعه المخالفات. مخالفه هذيك ديال